يا ناس يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر، لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها لهن في الجزائر. في سنة 70 أعلننا كذلك، قلنا الفرنساويين ما بغاوش، فنحن نعلن كدولة مستقلة حرة على سعر، قلنا السعر نتاعنا في المستقبل ماهوش دولارين فاصل صفر ثمانية لكن دولارين وخمسة وثمانين. ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك بتاع الدولة. الجزائر لعبت دور طلائعي في هذه القضية. الجزائر لما قلنا اللي كانت في 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 يعني تضمد في الجراح نتاعها وتحل في المشاكل الداخليه اللي الناجعه عن الحرب وغيره وتحاول باش تحسن الماليه نتاعها، فاذا به نولد هذه الجزائر في المقدمه. البترول قال امم، ولما امنا البترول مع الاسف لا 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 الشرقيين يعني لا اصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي وقفوا معنا ولا العرب. لذلك الوقت كان محمد رياض او محمود رياض كان وزير خارجية مصر قال ايدونا جماعة، قال والله ماشي ما نغضبوش في راس لنسيدو جول لا رحمه الله صديق العرب. سيدو جول لا رحمه الله صديق صبح صديق العرب، لان واحد النهار قدام 67 هذيك قبل 67 عمل وعد الكلمة، قال كلمة اللي يعتدي الاول ما يمدوش السلاح، يعني كأنه اسرائيل في ذلك الوقت كانت محتاجة للسلاح. هي عمرت المخازن واش باقي عمرت المخازن وبالاسلحه الفرنسيه ركعت العرب. اصبح دوغول يعني صديق العرب وماهوش لازم باش نغضبوا. طبعا هنا اصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي الاستراتيجيه نتاعهم هي فرنسا، دوغول راه ضد الامريكان ضد الراسماليه وباغي يخرج من الوطن، لازم نساعده شويه لان هذيك نقطه ضعف، نقطة ضعف نتاع الغرب لازم نضربه من نقطة ضعف، وهذا حساب غالط. حتى أصدقائنا نتاع المعسكر الاشتراكي بعض الأحيان يحسبوا رواحهم علماء كبار ولكن مسائل تافهة ما يفهموهاش. لازم نحكي لكم على كل المسائل هذه باش تعرفوا. في المعركة إذا لما قلت البترول بقينا وحدنا. شريوا علينا انتم البترول جماعة المعسكر الاشتراكي قال نبدوك بالفنيين ما فيش وقت سياسي علني. العرب كاش ما فيه فلوس ساعدونا في القضية هذه، ما عندناش لا علينا. احنا كنا عاملين حسابنا على اساس ان المعركة هي معركتنا. لا ما خسرناش الحرب لان ما استعملناش كل وسائل التانية.
ما استنفذناش الحرب لان ما استعملناش كل الاسلحه. ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البتروليه الفرنسيه. ثانيا قررنا تامين الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تامين النقل البري، يعني كل الانابيب اللي هي خارجه من الاغار عرفت تحليل تاع الدوله. يحملنا التاريخ تقاونا، يحملنا التاريخ دمنا الجميل، يحملنا التاريخ لاننا فصلنا في مجلسنا. اذا كان قابلنا هذه المهمه، اذا كان قابلنا هذه المساحه،